يلا بارت 2 يا ليفل 1. دلوقتي احنا عرفنا خلاص الناون بتاعنا لا اما يكون سينجولار، قلنا يعني ايه كلمه سينجولار؟ سينجولار يعني مفرد، لا اما يكون يا بودي برولر. يعني ايه برولر؟ جمع. يعني جام طيب الناون بتاعنا اللي بنقول عليه الاسم لازم عشان نحطه في السنتنس بتاعتنا، لو هو سينجولار، يعني ايه كلمة سينجولار؟ هاي مفرد. one singular noun، الاسم المفرد، لازم نحط قبله an or the. يبقى لازم نحط قبله ايه لو احنا هنستخدم singular noun في السنتنس بتاعتنا؟ انزين an or the، يعني لا اما a or an لا اما the. ينفع نسيبه كده يا هنا من غير a or an او the؟ ينفع نسيبه كده؟ نو ما ينفعش. طالما singular noun يعني اسم مفرد، يبقى لازم لما نيجي نستخدمه نحط قبله a or an او نحط قبله the. طيب يا ميس تعالوا كده بالراحه، عشان في كده حاجات كتير هنتكلم فيهم على a و an و the. هي امتى بنستخدم ال a واختها ان، وامتى بنستخدم الذا؟ اول حاجه تعالوا افهمكم امتى بنستخدم. اتاخرت ليه يا اسر؟ معلش يا مس، ما كنتش عارفة ادخل. بس تعالوا بقى اقول لكم ان السنجولار ناون الاسم المفرد، احنا خلاص بنتعلم دلوقتي ان احنا نكتب سنتنس، ان احنا بنكتب جمله. يعني انا لو انا عايزه اكتب جمله مثلا عن كات قطه، طيب انا عايزه اكتب كات قطه، عرفنا ان الكات ده ناون اسم، ونوعه ايه الاسم ده؟ سينجولار يعني مفرد. ما ينفعش اكتب كات بالمنظر ده، لا ما ينفعش. امال ايه يا مس؟ لازم احط قبلها او احط قبلها ذا. طالما هي اسم مفرد كده في الجمله بتاعتنا، ما ينفعش نحطها من غير او من غير ذا، ما ينفعش نسيبها كده. طيب يا ميس دلوقتي بقى عايزك تفهمينا امتى نحط a or an وامتى بنحط ذا. ببساطة وحاجة سهلة جدا هقول لكم الفرق بين a وan وبين ذا. مثلا كارما ما قالت لماما، يا ماما انا عايزة البس فستان. ماما قالت لها افتحي الدولاب يا كارما وهاتي address. address كده كده ماما قالت لكارما ايه؟ اختاري اي فستان انت عايزاه، وما حددتش فستان معين. يعني كارما اكيد عندها فستان ريد دريس وبلو دريس. عندك يا كارما فساتين كتير؟ لما ماما تقول لك افتحي الكلوزت بتاعتك وهاتي address، انت كده اختارت لك حاجه محدده ولا قالت لك اي فستان يا كارما؟ اي فستان. طالما قالت address يبقى هي ما حددتش حاجه معينه. طيب تعالوا بصوا كده ونشوف برضو مع كارما. ماما قالت لها يا كارما افتحي الكلوزت بتاعتك وهاتي the red dress. The red dress او the dress. هي كده عملت ايه؟ عملت ايه ماما؟ حددت دريس معين لكارما، قالت لها هاتي فستان الريد الاحمر. عشان كده حطت مين؟ حطت مين؟ ذا. حطت مين؟ ذا. ذا. ها يا بودي ذا. يبقى لما انا استخدم ذا ذا يبقى انا كده حددت يا اياد حاجه معينه، اخترت حاجه معينه من الدولاب، اخترت حاجه معينه، قطه معينه، اي حاجه، قلم معين، اقول لك ذا بلو بن. يبقى انا اخترت مين؟ اخترت مين؟ البلو ولا اخترت البلاك؟ بلو اخترت البلو. بلو طالما انا حددت حاجه معينه استخدم مين في التحديد؟ بلو استخدم مين؟ اه لا ولا ذا؟ لا اه لا ولا ذا؟ لا ذا. استخدم ذا. لا يبقى نعم يا ميس. حد بيقول يا ميس؟ اوكي. بقى الآ والآن والذا الفرق بينهم حاجة بسيطة جدا، إن أنا لما أتكلم على حاجة غير محددة أنا ما حددتهاش حاجة وخلاص. أدرس، أكات، أدوج، أكار، أي حاجة. لكن لو أنا حددت حاجة معينة أستخدم مين؟ مين اللي بتحدد؟
مين اللي بتقول انا عايز ده ها بالظبط؟ ها ده زي اوكي. تعالوا بقى ركزوا معايا، ما اسمهاش ذا، اسمها ذا ذا. تعالوا بقى ركزوا كده معايا، ليه استخدام تاني؟ في استخدام تاني للآ والآن، والفرق بينهم مين؟ ذا. نعم. الاستخدام ده بيقول ايه؟ بيقول ان ذا بنستخدمها لما يكون عندنا حاجة يونيك. معناها ايه يونيك؟ هو احنا عندنا كام شمس؟ عندنا كام صن؟ ها، والله واحدة بس. في أي شمس تانية في أي مكان في العالم، ولا هي شمس واحدة؟ شمس هي واحدة شمس بس. واحدة. الحاجة اللي في منها واحدة بس ما بتتكررش، بتكون يونيك يعني فريدة، بنقول عليها ذا sun، الشمس. ينفع نقول a sun؟ ينفع نعم. نو no. لأن الشمس أو السن حاجة واحدة بس يونيك فريدة. طب أنا عندي أقول عندنا كام قمر؟ واحد واحد بس. نقول آمون واحد ولا زامون؟ سام ها، ام آمون آمون سامون زامون. هنا ابني مايكي، هنا ماليش معانا. زامون يعني ايه؟ زامون يعني سامون قمر، والقمر بتاعنا عشان هو واحد بس يونيك حطينا ذا. طيب مين كده، مين كده يقول لي ايه الفرق بين آ وآن وبين ذا؟ ألمس قول يا بودي. أو أن لما أنا أكون مش محدد حاجة، بتكلم عن وأنا حاجة كمان واحدة من مين؟ غير تحديد. مثلا طب وذا؟ أبوك أنا مش محدد كتابي، لكن ذا أنا محدد حاجة معينة. أو كمان ممكن أستخدم ذا لما أكون حاجة واحدة بس في الدنيا، حاجة مثلا واحدة بس ذا بتكون يونيك، ما فيش منها كتير، هستخدم ذا زي ذا سان أو ذا ذا مون. برافو يا بود. مين تاني يشرح لي الفرق بين أو أن وذا؟ مين تاني يقول لي الفرق؟ أوكي يا إيمان. ذا أو أنت ذا ذا نستخدم إمتى ذا يا ذا إيمان؟ ذا ذا لما نحدد ذا حاجة، نحدد حاجة. هذا هذا طب والآو الآن؟ لا يمكنني ما من غير تحديد، أي يعني حاجة واحدة بس من استخدمهم غير ما أحددها. أوكي طيب، الحاجات اللي بيفيش منها غير حاجة واحدة بس في الدنيا دي كلها، بنستخدم لها آن ولا نستخدم لها ذا؟ نستخدم لها ذا. أوكي طيب، عايزاكم تركزوا كويس جدا معايا عشان الكلام ده جديد وأول مرة تاخدوه معايا، ركزوا معايا. أوكي، هو إيه الفرق يا ميس بقى؟ إيه الفرق بين آ وآن؟ إحنا عارفين، والحاجات الأساسية اللي معروفة هقولها الأول، وبعد كده هقول لكم الحاجات الغريبة شوية علينا. إن الآ بتكون قبل الكلمات اللي بتبدأ بحاجة اسمها consonant letter. يعني ايه consonant؟ يعني الحرف الساكن. طيب هما اصلا احنا عندنا كام letter في الانجليش؟ بصوا عندنا 26 عددهم كده، من اول A to Z. كل الكلمات لا اما تبدأ من اول A A B C لحد 20 لحد Z. طيب الكلمات من ال 26 دول مقسومين نصين، عندنا 5 vowels، دول بنقول عليهم vowels، وطبعا احنا حافظينهم، اللي هم ال A وال E وال I وال O وال U، ودول بنقول عليهم يا ليفل 1 vowels A E I O U. وعندنا الباقي اللي هم 21 بنقول عليهم consonant. يعني ايه consonant؟ يعني حرف ساكن. consonant حرف ساكن. طيب الحروف الساكنة هي كل الباقي كله ما عدا دول. فالاي الاي بنحطها قبل الكلمات اللي تبدأ بالكونسنت، بال21 حرف دول، مش بالفاول. يعني يا ميس لو انا عندي مثلا كار، الكار اولها سي، عشان كده الكار اولها سي نحط ا، لان السي كونسنت مش من الخمسة اللي عندنا دول. طيب لو انا عندي باج، شنطة، الباج اولها بي، البي من الكونسنت مش من الفاول، عشان كده نحط لها ا. اتفقنا الا امتى بنحطها؟ لو احنا عندنا
consonant letter. يعني ايه consonant letter؟ حرف ساكن، ساكن يعني من الباقيين دول كلهم ما عدا دول، يعني ما يكونش اي ولا اي ولا اي ولا او ولا يو. اتفقنا في الحته دي؟ طيب هديكم كده examples، امثله. ثواني، لو انا عندي بوك، بوك اولها بي، بي كونسنت، هنحط ا اور ان يا اياد؟ ا اور ان؟ ا بوك. طيب اسر، لو انا عندي فيش، ا اور ان يا اسر؟ فيش يا اسر، ا اور ان؟ افش، افش. يبقى الآ بنستخدمها لما نيجي نتكلم عن كونسنت. يعني ايه كونسنت؟ يعني الكلمة بتاعتنا بادئة بأي حرف في الإنجليش كله ما عدا الاي والاي والاي والاو واليو. طيب الآن بقى، الآن بنستخدمها لما يكون يا ميس قبليها فاول، الكلمة القصدي اللي قدامها فاول. مين هما الفاول؟ الاي فاولز والاي اي او and مين الفاوز الأخير؟ يو. طيب يعني يا ميس لو أنا عندي كلمة اسمها أنت، أنت نملة، أنت نملة يا هنا، هنا محمد، أ أور أن؟ أ أور أن يا أن، عشان أنت نملة أولها أي فاول، نحط أن. طب لو أنا عندي، يلا يا كارما، لو أنا عندي يا كارما إنسكت، insect a or n؟ هيا كلمة an insect، نحط n لان هنا عندي vowel. يبقى الفرق الاولاني بين الا والان، الا لو قدامنا الكلمه بتاعتنا فيها consonant حرف ساكن زي البي الاف اللي هم 21 الباقي كله. طب الان مع مين؟ مع الفاولز الاي والاي والاي والاو واليو. اوكي لحد كده واحنا متفقين مع بعض ان الاي للكونسنتس والان، الا للكونسنت والان للفاولز. بس كده في حته صغنونه مش صح قوي. ايه بقى الحته الصغيره اللي مش صح قوي؟ القاعده بتقول واحنا بنقرا الانجليش، انا بس عايزه افكركم بحاجه، واحنا بنقرا الانجليش هل احنا بنقرا الاسم بتاع الليدر ولا الساوند بتاعه؟ قولوا لي كده، اسمه ولا الساوند بتاعه؟ ساوند ساوند، ساوند بتاعه. يعني احنا بنقول بنقول الساوند مش بنقول الاسم بتاعنا، تمام كده؟ اوكي. الان، الان عندها كده تركايه صغيره، بتقول ايه الان؟ بتقول ان انا باجي، اجي كده موجوده لما اسمع، اول ما اسمع vowel sound، الفاول ساوند او الصوت بتاع الفاول، اول ما اسمع مين؟ ها، الصوت بتاع الفاول، الصوت بتاع الفاول. الساوند بتاع الفاول. طب اسمعوا كده ثواني، عايزاكم تسمعوا كلمه. لو انا عندي كلمه اسمها our، اسمعوا كده، ها our، our، سمعنا صوت ال H بتاعت ال consonant ولا سمعنا صوت ال O وال U بتاعت ال vowels؟ اسمعوا كده تاني، our، our، ال O وال U، ال O وال U. يعني احنا هنا، احنا هنا سمعنا صوت ال U، سمعنا صوت مين يا اياد؟ ال O وال U، ال O وال U. طب المفروض بقى، المفروض نحط ان ولا نحط ان؟ الصح، الصح بتاعتنا نحط ان. ليه ان؟ بصوا ليه ان؟ ان قالت لنا يا ليفل 1 انا اهم حاجة عندي اسمع، اسمع الساوند بتاع الفاول، اسمع صوت الحرف المتحرك، ماليش دعوه مين الموجود غير انا ليا دعوه بمين؟ الساوند. انا سمعت ساوند مين هنا؟ او، اور، اور. الأولي احط مين؟
قال. قال. طيب اسمعوا كده تاني الكلمة دي، هلخبطكم شوية بس أنا عايزاكم تفهموا، أنتوا شاطرين. اسمعي الكلمة دي، بصوا، يونيفورم، يونيفورم، يونيفورم. سمعنا صوت مين هنا؟ سمعنا صوت ولا سمعنا اسم اليو؟ ها، سمعنا اسم اليو، اسم اليو، يونيفورم، اسم اليو. اليو قالت يو، يو قالت الناون بتاعها اسمها. طب قولوا لي كده، في الحالة دي آن ينفع تيجي؟ هي آن قالت لنا إيه؟ آن قالت لنا إيه؟ بالصوت. أنا باجي انا عند باجي لما اسمع الساوند. الصوت. هيا كارما، باجي عند مين؟ الساوند. أنا سمعت هنا، أنا سمعت هنا إنسر الساوند بتاع اليو ولا اسم يو؟ يو الناون بتاعه. سمعت مين؟ الساوند ولا الاسم؟ الاسم بتاعها ولا صوتها؟ يونيفورم، ردوا عليا، يونيفورم. سمعت اسمها سمعت يو الاسم بتاعها، ولا سمعت الاسم الساوند بتاعها؟ سمعت الاسم بتاعها، سمعت الاسم بتاعها. الاسم بتاعها. الآن تنفع تشتغل هنا؟ الآن تنفع تشتغل هنا؟ لا الآن قالت لا إيه هنا؟ الآن قالت إيه؟ أنا عايزة مين؟ أنا عايزة أسمع مين؟ هاي كارما عايزة أسمع مين؟ الفاول ساوند، عايزة أسمع الساوند أوف ذا فاول. يبقى هنا نحط مين الصح؟ آه، ايه عرفنا جت منين آه؟ لأن آن قالت أنا أهم حاجة عندي الساوند، أهم حاجة عندي الساوند. طب بصوا كده، هقول لكم كلمة تانية وحاولوا تخمنوا معايا، هنختار آ أور آن، أوكي؟ إم بي 3، إم بي 3 بلاير، إم بي 3 بلاير. آ أور آن؟ بصوا كده، اسمعوا الكلمة دي بتقول إيه؟ إم إم إيه إيه م بي 3، إيه إيه بي 3، إم بي 3. سمعنا الساوند بتاع إيه؟ يبقى نحط آ أور إن؟ إن. ليه إن؟ لأن الإم هنا إيه إيه بدأت بساوند فاول، إيه 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 إيه، زي ما هنا آ أور، زي ما هنا إم بي سي بلاير، إيه إيه بدأت بساوند، ساوند صوت، يبقى نحط ان. فهمتوا؟ فهمتوا الحاجة الجديدة اللي اتعلمناها؟ امتى بنحط ا وان؟ عرفنا للكونسنانتس والفاول، بس شرط ان يكون ايه؟ يكون الفاول كده ولا يكون الساوند بتاعه؟ هي بتدور على مين؟ ساوند. بتدور على الساوند. اوكي، يا رب تكونوا فهمتوا الجزء ده عشان ادخل على جزء مهم جدا عايزة اشرحه كمان معاكم. ليفل 1، الجزء اللي بعديه عايزه اعلمكم ايه بقى الفرق في النطق لكلمه ذا. ذا في الانجليش ليها نطقين، يعني تتنطق حاجتين، لا اما ننطقها بصوا كده ذا ا ا اكننا بنقول كده اهو، بصوا ذا، لا اما ننطقها بصوا ذي، ذي اي اي ذي. بصوا كده جربوا معايا، ذا ذا، هيا يا بودي، ذا يا ذا زي 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 زي. هيا زي هنا ذا، برفع لفوق، ها ذا يا او او يا زي زي زي. طيب امتى، امتى بنخليها ذا وامتى بنخليها زي؟ بص بقى، بننطقها ذا لو الكلمة اللي جنبها ما فيهاش أولها فاول، ما فيهاش أولها إيه؟ فاول. عرفت باول مين الفاولز بتاعتنا؟ الـ A والـ E والـ الاي R والـ والاي O and ان U، A والـ يو R O U. طيب يعني لو أنا عندي كلمة حطينا ذا وبوك، بصوا كده هنا ده حرف ايه؟ ده فاول ولا كونسنانت؟ ساكن ولا متحرك؟ مس
حرف ايه ده؟ سجن سجن. سجن سجن يعني مش ظهر، مش ايه ولا ايه ولا اي ولا او ولا إيه. طيب بصوا بقى هننطقه ازاي؟ هننطق الذا زي كده، ذابك. ها ذابك ذابك ذا نطلع لفوق ذابك. طب بصوا بقى في الكلمة هنا، هنكتب ذا دي بتاعتنا ونحط جنبيها كلمة أولها إيه؟ فاول. الإيه هنا فاول من الفاولز بتاعتنا. لما نيجي ننطق الذا بصوا بقى هننطقها إيه؟ ها زي 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 أنت زي أنت. يبقى تاني الذا ليها نطقين، لا إما تقول ذا ذا بوك، لا إما نقول إيه؟ زي أنت زي أنت. إمتى بننطقها ذا؟ لو الكلمة اللي بادئة، الكلمة بتاعتنا بادئة بكونسنت، بادئة بحرف ساكن. إمتى بننطقها زي زي؟ لو الكلمة بتاعتنا بادئة بمين؟ باول. باول. مين هم الباولز بتاعتنا؟ الاي والاي والاي والاو اند يو. طيب تعالوا نجرب كده نشوف كلمات ونشوف هننطقها ذا ولا ننطقها زي. نمشي بالدور ونشوف هننطقها ذا ولا ننطقها زي. بتتنطق ذا لو قبليها حرف كونسنت ساكن، بتتنطق زي لو قبليها لو بعديها سوري فاول. يعني انا لو عندي بصوا كده تعالوا نجرب نقرا الكلمات دي مع بعض. الكلمة الأولى عندي هنا أولها إيه؟ بصوا كده الكلمة الأولى أولها إيه؟ ها؟ إي. هتتنطق ذا هتتنطق ذا الأولى دي ذا سي. هننطقها إيه؟ ننزل لتحت. ها؟ إي. سي هنا هننطقها دي. طب بصوا كده بقى دي دي الاولها دي. ها ده مش فاول كونسنت، يبقى ننطق ايه؟ نفتح بقنا. طب وهنا اولها ايه؟ هو ازاي الاول اولها سي وعملنا طب وهنا اولها اس نقولها ايه؟ ذا. طيب انا هقراه وبعد كده هخليكم بالدور تقروه كمان زي the ears the ears the bag the bag the air the air the star the star. يلا يا هنا هنا محمد read. ذا اي هنا مش هنقولها ذا يا هنا، هنا مش هنقولها ذا. ذي ذي اير ذي اير ذي ايرز ذي اير ذا بوك ذا باك ذا باك ذي اير ذي اير ذا ستار ذا ستار. برافو عليك. يلا يا هنا هشام. ذي انصغرت. يلا يا هنا. ذا ها دي ذا ولا ذي؟ ذي اير ذي ايرز. ها ذي اير ذا باك ذي ذا نو نو هنا ما نقولش ذا ذي ذي اير اير ها ذي اير هنا ذا ستار ذا ستار. اكسلنت يا هنا. يلا يا كارما. ذي ارز ايرز ايرز
ears. ها A bag. The ear. The star. Excellent. برافو عليك. يلا يد. The ears. No, not that. Don't say that. The ears. The ears. The bag. لا هنا نقولها ايه زي، نقولها نفتحها بقى نقولها ايه؟ The bag. The bag. ها The ears. The air. The The air. ears. The star. The star. يلا بودي. The air. The bag. The air. The store. طب يا بودي يلا يا انا يا اسر. اسر. The air. The bag. The air. The store. احمد اكسلنت. ايه The air. The bag. The air. The air. حاجة the store. طيب اوكي كده احنا عرفنا ثواني يا لوجين، ثانية واحدة بس هخلص جزء كده وهعمل وقفة فهمي كده. احنا خلاص عرفنا ان السنجلر ناون في الانجليش ما ينفعش نسيبه من غير a or am، ما ينفعش نسيب من غير او من غير ذا، وعرفنا ان الذا بنستخدمها في ايه. الذا بنستخدمها لما نيجي نتكلم عن حاجة تكون محددة او حاجة ما فيش منها غير حاجة واحدة بس، زي الشمس بتاعتنا، زي القمر، the moon، the earth، اي حاجة واحدة. وعرفنا ان الا والان مش بس للكلمات اللي فيها كونسنت بنحط ايه، احنا ممكن كمان في كلمات معينه لو احنا سمعناش الساوند بتاع الفاول نحط ايه مش ان. وفهمتها لكم في الجزء اللي قبله. وعرفنا ان ازاي ليها نطقين، يا اما ننطقها زي قبل فاول، بعد الفاول سوري، يعني لازم يكون زي جنبيها كلمه فيها فاول، وهنا ذا مع اي كونسنت حاجه تانية. يعني ممكن ننطقها زي، ممكن ننطقها ذا. يا رب يكون الجزء اللي اخدناه النهارده اتفهم. هبعت لكم كل الفيديوهات دي وهبعت لكم الورق والهوم ورك وكل حاجه في الجروب بتاعنا.